بعد حضرتك ما برضو استفاض والدكتور عمرو استفاض في شرح ابعاد الازمه، ارجوك تلخص لي بقى النصايح اللي ممكن تدوها للزوجين عشان ما يبقوش طاردين لبعض، وبالتالي يبقى في تدخلات، وايضا الاهل بتقولوا للاهل ايه لو كان ده موجود ضمن خدمات مواد يعني في التوعيه. احنا في البدايه بنقول للشباب المقبلين على الزواج ان انتوا لازم تقعدوا مع بعض وتحطوا زي وثيقه ايه هي الحدود بتاعه البيت بتاعكم، ايه المسؤوليات، ايه الحاجات اللي تطلع بره اطار المنزل، وايه الحاجات اللي لازم تفضل موجوده داخل اطار المنزل. الجزئية التانية وهي دي بترد كمان على النقطة بتاعت انسلاخ الزوج أو الزوجة من البيت الكبير للبيت الصغير، لا بالعكس، البيت الكبير ليه احترامه وليه أولوياته، والبيت الصغير ليه احترامه وليه أولوياته. ويمكن هنا بنقول لهم أن أنت لازم تهتم وتحترم وتقدر أهل زوجتك، وزوجتك كمان تحترم وتقدر أهل زوجها. وبنقول كمان أن أفضل زوج هو اللي بيساعد زوجته على بر أهلها، وأفضل زوجة هي اللي بتساعد زوجها على بر أهلها. مش أنها تقول له ده مامتك لما طلبت حاجة من 6 سنين الظهر رحت عملتها لها، وأنا يوم العيد الصغار من 5 سنين طلبت منك حاجة وقعدت بعد يومين يعني عملتها. هو هنا عيني اللي بيبقى ما بين النارين أو بالزبط. العكس يعني، شايف المقارنة دي إزاي؟ الزوج اللي بيقول الزوج الحيران ده يعمل إيه؟ هنا بقى بنيجي في جزئية ان هو خلاص هو اتحط ما بين نارين، فلازم يبدأ يتعامل بحكمة، ما يخسرش طرف من الأطراف، لأن في الحقيقة الطرفين مهمين. ده بتكلم شاب خبراته برضه مش كبير. بالظبط، ما احنا بنحاول عشان خبراته مش كبيرة نساعده بمجموعة من المعلومات والمهارات كمان. فبنقول له مثلا ان جزء من المهارات ان انت محتاج في وقت من الأوقات تتكلم بشكل لين، بشكل فيه كامل الاحترام مع والدك او مع والدتك، والعكس صحيح، في انت حابب شكل بيتك يبقى عامل ازاي، حابب ما ازاي يتكسفش من ابوه وامه او هي تتكسف من ابوها وامها. لا خالص، بس مراعاه طريقه الحوار. ايوه، مراعاه طريقه الحوار دي مهمه جدا. انا ممكن في وقت من الاوقات اطلب من اهلي طلب يساعدوني ان انا احققه، وممكن اطلب منهم طلب يعتبروني ابن عاق باللي انا بعمله. روح بقى ايه، انت حر بقى بروح لها، احنا مش هتدخل، وخلينا مش هتدخل. بالظبط. فلا، انت تقدر باسلوبك وبطريقتك ان انت فعلا تدعم ده. الجزئيه الثانيه مساعدتك على ان انت في وقت من الاوقات مثلا تلاقي، احنا اتكلمنا ان احيانا بيبقى في وقت فراغ كبير فالاهل بيتدخلوا، فاحنا بننصحهم ان مهم جدا ان انت تساعد اسرتك، تساعد والدك او والدتك ان هم يكونوا علاقات جديده، ان هم يقدروا يبقوا مشغولين في انشطه مثلا مختلفه. بنقول لهم ان مهم جدا يبقى عندك استقلال مادي، ما تحاولش يبقى في ديون كتير قبل الزواج. وهنا بنتكلم في تدخل الزواج كمان، التدخل الاهل قبل الزواج في قصه المغالاه في المهور احيانا، ده نوع من انواع التدخل. واحنا بنقول ان لا يا جماعه، يعني في حديث شريف الرسول صلى الله عليه وسلم، ايسرهن مهرا اكثرهن بركه. فبنقول للاسر كمان في وقت من الاوقات ان انتوا حاولوا انكم تساعدوا الشباب ان هم ما يدخلوش الاسره ويبداوا هم عندهم ديون، وبالتالي يفضل الناس ضغط عليهم نفسيا. طب انا عايز مهمه جدا، احترام الشريك في غيابه قبل وجوده قدام اهلك او قدام اهلك. عظيم، لان دي من النقط اللي بتعمل مشاكل ضخمه جدا. ما تذكرش جوزها بسوء قدام اهلها، ولا هو يذكر زوجته بسوء قدام اهله او معارفه. بالظبط، وحتى يعني لو السوء ده في اطار سخريه وضحكه او هزار، لان ده بيسيب ندوب وبيسيب اثر على الزوجه او على الزوج في وقت من الاوقات بيبقى ليه تداعيات ضخمه جدا.